Welcome back to today's episode of Learn Arabic Transit Station by Yala Arabi. Don't forget that we translate all of these episodes. You can find them on our website yalaarabi.com. This episode is about Elias Abu Shabaki, a Lebanese poet, editor, translator, and literary critic. He's considered as one of the leading figures of the Arabic Nahda movement. Also referred to as the Arab Awakening or Enlightenment, during the second half of the 19th century and the early 20th century. Elias faced many devastating hardships in his life that influenced his works. He frankly and fearlessly confronted questions of sin, sexuality, and immorality in a deeply personal way. Even though he was one of the first literary figures to openly address these taboos, many praise his innovative style. أبو شبكي ولد الشاعر الياس بن يوسف أبو شبكي 3 أيار عام ألف وتسعمية وثلاثة ببروفيدنس بالولايات المتحدة الأمريكية كان أبوه يوسف أبو شبكي تاجر لبناني ثري وكانت والدته نايلي ساروفيم فيم من عيلة معروفة بمواهبة الشعرية وكان شقيق والدته وعمه من الشعراء تركوا أهل لبنان بقصد السياحة وزيارة عم والدته ببروفيدنس وهنيك خلق الشاعر الياس أبو شبكي بعام 1904 استقرت العيلة ببلدته الاصليه زوق مكايل بمنطقه كسروان الحاليه الواقعه بجبل لبنان وهي مدينه بتطل على البحر الابيض المتوسط ومشهوره بجمالها الطبيعي نشا الياس كمسيحي مدين من قبل والدين مارونيين تم قبوله عام 1911 بمدرسه مار يوسف بمدينه عينطوره القريبه من سكنه ودرس فيها الادب الفرنسي والعربي مع باقي المواد شجعته والدته بالاهتمام بالشعر العربي واعطته قصيده طويله كتبها عمه الياس فرزان وكانت ملهمه اله سنه الف وتسعمائه وبينما كان بيو رايح على الخرطوم ليتفقد ممتلكاته هناك اعترضته عصابي من قطاع الطرق وجردوه من ممتلكاته وقتلوه ترك فقدان بيو حاله من الضيق والاكتئاب اللي اثرت على بقيه حياته وظهرت هالحاله بوضوح بعمله القيثاره واصل تعليمه بعين طوره حتى اندلعت الحرب العالميه الاولى فاضطر يترك المدرسه بسبب مشاكل ماليه بس وقف دراسته بمدرسه الاخوه المريميين بجوني لفتره من الزمن وبعد سنه رجع يكمل دراسته بمدرسه مار يوسف بس ما تخرج بسبب تمرده على واحد من اساتذته سنة 1922 ومع هالشي واصل تعليمه الذاتي وقراءة الكتب الدينية والأدب الرومانسي الفرنسي باهتمام واسع يلي ألهمت جهوده الأدبية الأولى كان الياس مولع بشكل خاص بأعمال تشارلز بودلير وألفريد دي موسيه أخذت شعرية الياس سبيلا للنضج الفني بمطلع العقد الرابع من القرن الماضي. بعدها أصدر ديوانه الشهير أفاعي الفردوس عام 1938 اللي عمل ضجة بالأوساط الثقافية العربية. رسم الياس بمهاره فنيه عاليه لوحات نابضه بالحياه لحالته النفسيه الثائره بافاعي الفردوس تميزت قصائده بهالكتاب بالواقعيه وقتامه التصوير الحسي وغرابه الصور المشكله بتراكيب لغويه مبتكره كانت كمان مليانه بالتمرد والانفعال والتوتر والقلق العاصف الخطوبة والزواج بعمر ال عشر سنة التقى الياس بجارته أولغا صاروا فيم وانفتن فيها رغم انها كانت اكبر منه بسنتين اتطورت صداقتهم بسرعه وتبادلوا الكتب والرسائل الأدبية ظهر ارتباطه فيها بشكل واضح لما مرضت بالحمي أثناء زيارته مع العيلة لمدينة صور الجنوبية وهنيك طلب من أفراد العيلة الركوع والصلاة كرمال تشفى أولغا من مرضها وتتحسن صحتها بعد حوالي عشر سنين من الخطبة تزوج الياس من أولغا سنة 1931 وجابوا ولد واحد وتوفى عند الولادة عام 1932 مهنته وأعماله بعد ما خسر بيو بكير اضطر الياس للتدريس مشان لقمة العيش اشتغل مدرس لفترة من الوقت بمدرسة البعثة اليسوعية وبعدين بمعهد رهبانية أخوة المدارس المسيحية بالجميزي وأخيرا بمدرسة المقاصد كان الياس مهتم بالصحافي بوقت مبكر واعتمد بتحصيل لقمة عيشه كمان على مساهماته بعدد من الصحف اللبنانية مثل البيرق والبيان والنداء وصوت الأحرار وغيرها من الصحف نشر كمان عدد كبير من المقالات الصحفية حول مواضيع متنوعة وراسل الياس عدد من الصحف المصرية مثل المقتطف والمساء ترجم الياس عدد من المواد الادبية الفرنسية من القرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشر اللي بترجع للشاعر لامارتين وادموند روستان وهنري بوردو وفولتير ومولير خلال الحرب العالمية الثانية اشتغل الياس كمترجم بخدمات الصحافي والإذاعة بالمفوضية العليا الفرنسية. بعام 1926 أنتج الياس أول أعماله الشعرية القيثارة طبعاً بدل العمل على ضعف خبرة الشاعر الشاب. بس بدل على موهبة واعدة بال1928 خلص الياس قصيدته المريض الصامت وبتنعد وحدي من أشهر أعماله لأنه تنبسق من وسط التقاليد الرومانسية الأوروبية أما كتابه أفاعي الفردوس للنشر سنة 1938 فاكتار اعتبروا من أفضل أعماله أبو شبكي وقالوا أنه أفضل إنجازات الشعر الرومانسي بالأدب اللبناني والعربي الحديث هذا الإنجاز مع أعماله الأخيرة لعب دور مؤثر بتطور الشعر والأدب العربي الحديث بعام 1941 نشر الياس كتابه الثالث الألحان وهو قصيده توصف حياه الفلاحين البسطاء تلاه عام 1944 نداء القلب والى الابد لبيرجع فيهم الشاعر الياس لمناقشه مسائل بتتعلق بالقلب من منظور اكثر نضج بعد نشر قصيده غلواء سنه 1945 وعنوان الكتاب هو مثال على اسم اولجا باللغه العربيه بالإضافة للشعر نشر الياس عدد من الدراسات مثل دراسة بالأدب المقارن بعنوان رواية الفكر والروح بين العرب والفرنسية ويلي سعى فيها لأظهار وزن التأثير الفرنسي على الأدب العالمي وكمان ألف الياس مقالات طويلة حول لامارتين وبودلير وسكار وايلد وانتج سلسلة من صور الشخصيات الادبيه والسياسيه يلي تم نشرها لاول مره بمجله العارض وانجمعت بعدين بمجلد تحت عنوان الرسوم كانت مواقف الشاعر ابو شبكي والمواضيع اللي عالجها بيعتبروها استفزازيه وفضائح بهداك الوقت واجه الياس بصراحه وبدون خوف مسائل الخطيئه والجنس والفسق بطريقه شخصيه وعميقه وعلى الرغم انه كان من اوائل الشخصيات الادبيه اللي تناولت هالمحرمات بصراحه وكتيرين اثنوا على اسلوبه المبتكر كان للياس علاقه حب عاطفيه مع مره متزوجه واضحه بقصائده غلواء وافاعي الفردوس وكان عم يعيش صراع مستمر بين الشهوه والحب والنضال كرمال التوفيق بين البهيميه الحسيه والروحانيه على الرغم من احتفال الياس بالملذات الجسديه بس حافظ على إيمانه بالله بي بس بيضل الحب الرئيسي بحياته لأولغا اللي تزوجها عام 1931 شارك أبو شبكي مع عدد من الشعراء والكتاب بتأسيس مجتمع أدبي انطلق عليه اسم عصبة العشرة عام 1930 وضم بالبداية عشر شخصيات أدبية وفنية بس صار العدد أكثر من هالرقم بكتير بعدين. يعتبر الياس حجر الزاوية بالشعر العربي الحديث في لبنان. واحد من اعظم الشعراء العرب. وبيعتبر واحد من الشخصيات اللبنانيه الرائده بالرومانسيه العربيه. وما زال يجذب القراء الشباب اللي بيحترموا وبيقدروا المشاعر والشعر. أحدث الياس تأثير واضح بكتابات العديد من خلفائه مثل بدر شاكر السياب ونزار قباني وأدونيس وغيرهم من الشعراء توفى الياس ب 27 كانون الثاني عام 1947 بسرطان الدم واندفن ببلدته زوق مكايل وكان وجه أولجا آخر وجه غمض عليه عيونه وصاها انه تستغفر له من اهل بلدته وبعدين غمض عيونه وهو عم يتمتم اولغا اولغا